نظامنا السياسي فيه صلاحية واضحة. رئيس الجمهورية صحيح ما عندوش صلاحية موسعة ولكن عنده صلاحية رئيسية في مجال السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية، ولا أحد منافس لرئيس الجمهورية في هذا الجانب. وتقدير الرئيس متاعنا هو رجل القانون ويدرك جيدا حدود وصلاحيات معنا رئيس الدولة بمقتضى الدستور والقوانين التونسية. وربما نظامنا السياسي شوه نسبيا في المرحلة القادمة نتيجة توازنات سياسية عملية مركز الثقل السابق. ربما الآن فما عودة نسبية للتوازن. مش البرلمان مش يكون هو اللاعب الوحيد، البرلمان هو لاعب من بين لاعبين آخرين. مش وكأنه الأستاذ راشد الغنوشي ينحو نحو التغول اليوم، لا أبدا، برئاسه للبرلمان باستقباله للسفراء بما يقوم به من حركية كبيرة، ما هوش بش يمارس شيء خارج نطاق الصلاحية متاعه. وربما الخلل الحاصل في التجربة السابقة هو أنه البرلمان ما قامش بدوره. الآن دور البرلمان ورئيس البرلمان يفعل وفق حدود ومقتضياته القانونية والدستورية، بينما في المرحلة السابقة كانت رئاسة الكفة مايلة لرئاسة الجمهورية على حساب القصبة وعلى حساب باردو. احنا نعرفوا رئيس الحكومة عنده صلاحية موسعة، ولكن بحكم شخصية المرحوم الباجي قايد السبسي تقريب المفاتيح الرئيسية كانت في كارتاج، كان هو يعين رئيس الحكومة ويتحكم في رئيس الحكومة، وهذا سبب من أسباب الأزمة اللي حصلت فيما بعد بين السيد يوسف الشاهد والمرحوم الباجي قايد السبسي. الأمور ترجع إلى نطاق الطبيعي، كأنها ترجمة عملية للنظام السياسي وفق مقتضيات الدستور. هل من دور رئيس البرلمان استقبال سفراء دول أجنبية رفيق عبد السلام؟ مش دوره الاشتغال على التشريعات على الجهات في علاقة بالمسائل التنموية؟ أستاذ محمد احنا رانا منش بصدد اكتشاف العجلة، هذا الأمر معمول به. يعني شوفوا انا نجاوب كل برلمان العالم، انا نقف في أسئلة المواطنين والمتابعين لشان العام. مفهوم مفهوم السؤال هذا سؤال مشروع، لكن رئيس البرلمان يمارس في صلاحيته الدستورية في كل الدول اللي غلب عليها الطابع البرلماني. فما دول اصلا هي ذات الطبيعه البرلمانيه، السياسه الخارجيه تقريبا تدار من طرف البرلمان، لكن احنا جزء من السياسه الخارجيه موجوده في البرلمان، وجزء من السياسه الخارجيه موجود لدى رئيس الجمهوريه. ما يقوم به الاستاذ راشد الغنوشي اليوم شنو نجم نسميه؟ في وقت سابق زياراته للخارج اعتبرت دبلوماسيه شعبيه، هذه دبلوماسيه رسميه للدوله، بحيث المقابلات يكون فيها المقابلات هذه هي مقابلات رسميه لتمثيل الدوله التونسيه باعتباره رئيس البرلمان التونسي ومنتخب بإرادة حرة لأعضاء البرلمان التونسي.